نحن مجموعة من الشباب، منا من المدينة ومنا من القصيم، متعينون في منطقة الدوادمي للتدريس، ونوينا الإقامة لمدة سنة، لكن هذه المدة قد تطول بأسباب خارجة عن إرادتنا، يعني من وزارة المعارف مثلا، فهل نقصر الصلاة في هذه المدة أم لا؟ أرى أنكم لا تقصرون الصلاة. هل يسأل يقول إنه تعين هو وجماعتهم معه في غير بلادهم، في بلاد بعيدة عن بلادهم، يعني هم من المدينة ومن القصيم وتعينوا في الدوادمي، فهل يجوز أن يقصروا؟ نقول لا يجوز أن تقصروا، لأن أمر الرجوع إلى أهليكم ليس بأيديكم، والأصل أن الموظف يبقى على وظيفته إلا أن يتجدد شيء يوجب رده إلى أهله أو إلى مكان آخر. فالذي أرى لكم أن لا تقصروا وأن لا تترخصوا برخص السفر، بخلاف الإنسان اللي عارف نفسه أنه محدد نفسه، محدد وقته، وأنه سيرجع بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا له أن يقصر، إلا أنه من كان في بلد تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة.